أعلن نادي ليفربليت الأرجنتيني في مفاجأة صادمة لجماهير نادي الأهلي السعودي عن إتمام تعاقده مع الدولي التشيلي بابلو دياز مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، وذلك بشكل رسمي ليمثل النادي الأرجنتيني لمدة 3 مواسم قادمة. يأتي هذا بعد ساعات قليلة من إعلان قلعة الكؤوس عن التعاقد مع إيرفين زوكانوفيتش المدافع البوسني قادما من نادي جنوى الإيطالي لمدة 2 عامين. ولكن الغريب أن إدارة الأهلي لم تشر من قريب أو من بعيد إلى رحيل النجم دياز، رغم إعلان نادي ليفربليت عن تعاقده معه في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. وقال الحساب الرسمي لنادي ليفربليت بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: بعد الاجتماع مع رودولفو رئيس النادي وخورخي بريتو النائب الأول للرئيس وسكرتير النادي، أصبح بابلو دياز لاعبا في صفوف نادي ليفربليت بعد أن وقع عقدا لمدة 3 مواسم، فمرحبا بك في النادي. وأعربت الجماهير الأرجنتينية على حساب ليفربليت عن سعادتها بتوقيع دياز لناديهم، لكن البعض منهم اعترض على طول المفاوضات وأن نادي الأهلي السعودي أخذ المقابل المادي الذي كان يريد الحصول عليه في الوقت الذي لم تتم فيه الإشارة من قريب أو من بعيد لما تم دفعه في المقابل من النادي الأرجنتيني لنادي الأهلي جدة. وقال نادي ليفربليت على موقع النادي الرسمي على الأنترنت بأن الإدارة لم توقع مع دياز إلا بعد اجتيازه الكشف الطبي، وأن عقده ينتهي في عام 2022 مع نادي ليفربليت. كما أضافت أن لديه شرطا جزائي مقداره 20 مليون يورو. كانت إدارة نادي الأهلي السعودي أعلنت عن تعاقدها رسميا مع الدولي البوسني إيرفين زوكانوفيتش لقيادة الخط الدفاعي الموسم المقبل، قادما من جنوى الإيطالي بتوصية من الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الفريق. وقال الأهلي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي البوسني إيرفين زوكانوفيتش ذو 32 عاما قادما من صفوف نادي جنوى الإيطالي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي بعقد يمتد لموسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث. وافق مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يوسف عنبر الخميس على طلب نادي الاتحاد بالسماح للاعبه هارون كامارا بالانضمام إلى تدريباته استعدادا لمواجهة نادي دوبهان الإيراني الاثنين المقبل ضمن مباريات تمن نهائي دوري أبطال آسيا. وكان حسين الصادق مدير الأخضر قد أبلغ جريدة الرياضية السعودية بعد استبعاد يزيد البكر الذي جاء بطلب من إدارة الأهلي أن القانون يكفل للنادي الاحتفاظ بلاعبه لعدم تزامن البطولة مع أيام الفيفا، ويقيم الأخضر معسكرا داخليا في الرياض استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا 2019 المقامة حاليا في البصرة حيث يخوض أولى مواجهاته. نجم الزعيم الهلالي الدولي السعودي سالم الدوسري حسم الأمر الخاص به، وأعلن نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالأزرق رسميا، وهذا الأمر الذي أسعد جماهير الموج الأزرق. حساب القلعة الزرقاء الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر مقطع فيديو للنجم سالم الدوسري وهو يوقع مكتوب عليه سالم 2022 في إشارة إلى مدة العقد الجديد مع الفريق الأول لكرة القدم الهلالي. جاء إعلان الزعيم عن تجديد عقد الدوسري من خلال فيديو مبهر ظهر فيه سالم الدوسري وهو يعلن عن مدة تجديده. وكان سالم الدوسري ذو 27 عاما قد وقع على عقد
عقده السابق مع الهلال لمدة عامين في عهد الإدارة السابقة برئاسة الأمير نواف بن سعد. تخللته إعارة قصيرة إلى نادي فياريال الإسباني، خاض من خلالها تجربة احترافية قصيرة قبل أن يعود إلى الهلال ويمدد عقده مرة أخرى لمدة عام. وانضم سالم الدوسري إلى الفريق الأول في النادي العاصمي موسم 2011، وحقق برفقته العديد من البطولات أهلته لتمثيل المنتخب السعودي في العديد من المحافل الدولية، وكان آخرها نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وكأس آسيا في الإمارات 2019. ويقدم سالم الدوسري صاحب 27 سنة مستوى مميزا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، ويعد واحدا من أبرز لاعبيه، وسبق أن احترف لمدة 6 أشهر في صفوف نادي فياريال الإسباني قبل أن يعود إلى الأزرق مجددا. وانضم الدوسري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال موسم 2011، ونجح في تحقيق العديد من البطولات معه، ومثل المنتخب السعودي في العديد من المحافل الدولية. وحاول نادي النصر والأهلي إغراء الدوسري للانتقال إلى صفوفهما في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة مع انتهاء عقده مع الزعيم والذي قام بتجديده رسميا مساء يوم الخميس. في مفاجأة مدوية، تعرض أحد أبرز نجوم نادي النصر السعودي لواحدة من أغرب العقوبات قبل بداية الموسم الرياضي المقبل 2019-2020. يبدأ العالمي يوم 22 أغسطس حملة الدفاع على لقب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بمواجهة الصاعد حديثا نادي ضمك ضمن منافسات الجولة الأولى. كشف الإعلامي الرياضي بندر العتيبي عن غياب النجم البرازيلي بيتروس متوسط ميدان نادي النصر عن أول مباريات الفريق في الدوري السعودي للمحترفين أمام ضمك. وأشار العتيبي إلى أن قرار إيقاف بيتروس مباراة عن فريقه النصر يأتي بسبب عقوبة خلال تواجده مع ناديها السابق ساو باولو البرازيلي. والغريب في الأمر أن عقوبة بيتروس قد تأجلت لمدة موسم كامل، حيث أنه انتقل إلى نادي النصر السعودي في الصيف الماضي قادما من صفوف ساو باولو في صفقة قدرت بخمسة ملايين ريال سعودي. من ناحيتهم اشتعل جمهور نادي النصر السعودي غضبا عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد قرار إيقاف بيتروس، وذلك لتأخره لمدة سنة كاملة عن الموعد المقرر له. وفسر البعض من الجماهير النصراوية أن عقوبة بيتروس المتأخرة جاءت بعد أن حضر الحكم الإيطالي الشهير كولينا، والذي يعمل في الاتحاد السعودي لكرة القدم، من عقوبات قاسية من الفيفا في حال الكشف عن مخالفات مخفية لم يتم توقيعها على اللاعبين، بما يمثل انتهاكا لقواعد الاتحاد الدولي. أما آخرون فأعربوا عن استغرابهم من سكوت وسائل الإعلام على كارثة تأجيل عقاب بيتروس لمدة عام كامل، وتركيزهم فقط على قضايا النصر، واصفين الأمر بالفساد. ولم يوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أو نادي النصر السعودي حتى الآن موقف اللاعب من التواجد في مباراة ضمك من عدمه. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد. في مفاجأة مدوية، تعرض أحد أبرز نجوم نادي النصر السعودي لواحدة من أغرب